مشاهدينا، فصل الصيف مرتبط بشكل كبير بالسفر والإقبال الكبير على السفر خلال الإجازة الصيفية، ويبدأ معظمنا بالتخطيط لها من بداية الإجازة لقضاء عطلة ممتعة لتغيير نمط الحياة قليلا وتجديد النشاط مرة أخرى. شوقتيني، باخذ جنطتي وطيب. وحقيقة الوجهات كثيرة خلال موسم السفر، وأيضا الاستعدادات كثيرة لقضاء إجازة سعيدة بدون منغصات أو معوقات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا الخبير السياحي الدكتور محسن حسين دشتي بعد هذا التقرير، لنوايد حكي معه. رجعنا معكم مع الخبير السياحي الدكتور محسن دشتي. صباح الخير دكتور. صباح الورد، وعساكم على القوة إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير. الله يقويك. في البداية دكتور، نبي نعرف شنو سبب الإقبال الكبير على السفر في فترة الصيف؟ هل هروب من الطقس الحار، ولا أنه هو أنسب وقت للسفر؟ والله شوفي، الله يسلمك، طبعا احنا موسم السفر اللي احنا نعرفه، يعني خلينا نقول اغلب الناس، محدد في اشهر الصيف. صح. السفر بشكل عام ما له وقت معين، لكن اساس بس اجاوب على سؤالك، في دراسات معينه تعني او تهتم بالامر هذا. وتقريبا في اكثر من 21 سبب، طبعا انا ما راح اذكرهم لضيق الوقت. الابرز الابرز على شنو؟ احنا عندنا حتى السفر يقسم الى عده كاتيجوريز، او يعني انماط معينه. صح. في عندنا السفر اللي احنا متعودين عليه، السفر السياحي او العائلي، في السفر الدراسي، في الحين السياحه الدينيه، السياحه الرياضيه، السياحه العلاجيه. بالنسبه حق السفر اللي مرتبط فينا مباشره، اسبابه تقريبا بالنسبه حق الكويتيين سواء بدراسات او من غير دراسات واضحه. اولا احنا نمر في جدول عمل جدا يعني مزدحم خلال فترة السنة. صحيح. فالواحد لازم ياخذ بريك بين فترة وفترة، ويعني سايد نوت او بين قوسين، من ناحية صحية ينصحون الدكاترة ان واحد كل شهرين ياخذ له بريك، مو بريك اجازة ويقعد بالبيت، لا، بريك اجازة ويطلع يغير نمط حياته كله. نعم. بالسفر يغير الاتموسفير اللي هو فيه نهائيا. عليك نور. يعني حتى صحيا يعني، وهذا الشيء يمكن نشوفه احنا عند الغربيين اكثر من عندنا احنا. فإجابة لسؤالك، نعم احنا نسافر على اساس واحد نغير جو، اثنين عشان نتعرف على ثقافات جديده. صحيح. احنا دائما يوم نسافر نكتسب امور، وهذا شيء جيد يعني بالسفر. انا ماني ذاكر التسوق، لكن التسوق للاسف عامل رئيسي. بالضبط، عامل رئيسي، وهذا مذكور حتى في بعض الدراسات. الشيء الرابع اللي هو كسر الروتين، او ان انا شيء مثلا ودي اسويه بالكويت ما اقدر، او ما عندي الوقت اني اسوي مع اسرتي، فيوم اسافر خلاص انا تقريبا انسى كل شغلي وكل مهماتي، واقعد اجابل بس اهلي خلال هالفتره هذه. صحيح. يعني اسوي ستوب بالكويت وبلاي برا. يعني لو نعتمد على الجهاز كجهاز. نعم. الانسان كجهاز. نعم. انزين دكتور، يمكن في ناس يقول لك لازم تخطط قبل السفره وتحط لها مخطط طويل عريض، وانا قلت لك ما اعرف اخطط، انا تشيك بون بسافر. سياسه التشيك بون. اي قصدت تذكرتي وطرت. فشنو هو اللي مطلوب يعني بشكل علمي صحيح انه يطبق المسافر او اللي حاب يسافر؟ نعم، شوفي الله يسلمك، السفر انت يمكن حضرتك مثلا اما تروحين مثلا بروحك او مع عائله صغيره. صغيره صحيح. بالنسبه حق العوائل الاكبر والافرج ترى بالنسبه ما شاء الله يعني الله يزيد ويبارك، بالنسبه حق الكويتيين من 6 إلى 8 اشخاص يسافرون. هذا يحتاج تخطيط، لان انت اقل شيء بتقضين لا اقل اسبوعين الى اكثر. الامور الرئيسيه اللي الواحد يحتاجها، يعني اذا ردينا لبعض الدراسات او خلينا نقول اهل الخبره بهالمجال، امور ما قبل السفر، اثناء السفر، وما بعد السفر. واحد يقول لي زين شنو هما؟ اللي ما قبل السفر امور الفيزا، الوجهه اللي انا بروح لها. صحيح. يمكن في وجهه تناسبك بس ما تناسبني. صحيح. البادجت، الميزانيه اللي انا حاطها، شيء ضروري جدا ان الواحد يحسب الميزانيه. نعم، انا الحين الميزانيه مو معناته تذاكر وطيران، الميزانيه تشمل كل شيء من يوم اللي انا فكرت فيه بالسفر الى اليوم اللي انا برد فيه سالم غانم الى الكويت. صحيح. فهذه الامور ايضا الواحد يحسبها. الدوله اللي بروح لها هل هي تناسبني؟ يعني انا اجين ارد واقول، اذا انا مسافر بروحي على راحتي اقرر. أكيف. تقريبا. اذا انا مسافر مع اسره واطفال، لا، لازم اشوف هم بالنهايه شنو يبون، لان بالنهايه هذه السفره لهم. الشغلات اللي لازم ايضا يعني ادير بالي عليها وقت السفر، احنا وايد تصير مواقف ان انا رحت مثلا بيست او بفيز اشوف جوازي منتهي. صح. او فيست، انا صارت فيها شخصيا، فيست حق هولندا، رحت المطار فيستي تبدا باكر.
طبعا غلطتهم مو غلطتي، بس هذه الامور انا مو منتبه عليها. صحيح. فلما الاسره تكبر معناته المشاكل اللي ممكن تواجهني ايضا ممكن تزيد او تكبر. فهذه العوامل خلينا نقول الاساسيه اللي لازم واحد يحطها بباله. صحيح. يعني. نعم. دكتور نبي نعرف تحديد وجهه السفر، يعني على اي اساس او ما هي العوامل اللي تحدد من خلالها وجهه السفر، خاصه ان اغلب السواح والمسافرين الحين يبحثون عن الجهات الامنه، شايف العالم شلون يغلي في هذه الفتره يعني. نعم. الله يسلمك. شوفي بالنسبه لتحديد وجهه السفر، العامل الرئيسي الاول ميزانيتي كم؟ وكم يوم انا بقضيه بهالدوله؟ لانه وايد تاثر. يعني انا اعطيك مثال بسيط، الافرج حسب الدراسات الافرج اللي مصروف الشخص الواحد باليوم الواحد 150 دولار او خلينا نقول 50 دينار كويتي. صحيح. فاذا انا عندي اسره كبيره لازم احسبها صح، يعني انا بروح دوله ممكن تكون نسبيا شويه غاليه، بقعد مده مثلا خلينا نقول 3 اسابيع، تشوفين بعد نهايه الاسبوع الاول الكاش عندي خلص، مع نهايه الاسبوع الثاني كل الكريدت كارد ببوكي طار. عرفتي؟ أيوة. بالضبط. ف اختياري للدولة يعتمد ايضا هم على ميزانيتي، ومثل ما انت تفضلتي طبعا الناحية الامنية. الناحية الامنية مساعة تحت الهواء كنا قاعد نسولف مع الاستاذ محسن ان لازم احنا نعرف وين بنروح على البحث اللي انا مسويه، مو على الريكومنديشن او على نصيحة شخص معين. صحيح. يمكن دولة تيوزلي او منطقة تيوزلي بس ما تيوزلك. اكيد. عرفتي؟ فانت لازم تبحثين. الشيء الثاني اللي احنا وايد يعني من المشاكل اللي يعني وايد انا صادفها يوم اسافر، ان على بنا انا بقعد على قمه وات ايفر جبل او بقعد بمنطقه جدا ريفيه او طبيعيه، تشوفيني مقطوع عن العالم، لا سمح الله صار اي طارئ انا ما عندي اي وسيله تواصل مع مثلا بوليس ستيشن، مع لا سمح الله مستشفى، مع كذا. فبالضبط، فاللي رايح مع اسرته لازم وايد يراعي امور. طبعا هي الحمد لله كلها سهالات، ويعني بالنهايه الله الحافظ، لكن الواحد لازم يسوي بحث عدل بحيث انه لا يعني لا يواجه مشاكل معينه سبحان الله وما يشوف احد ينقذه او يساعده. صحيح. صح. دكتور يمكن ظهرت كثير مواقع على التليفونات اللي قاعد نشوفها، وهذه المواقع الالكترونيه ممكن من خلالها انك تحجز فندق، تحجز تذكره، تحجز كل شيء عبر هذا الموقع. تحفز هذه العمليه ولا ان لك تحفظات على هذه المواضيع، خاصه اذا مثلا نقول عائله وملتزم بعيال وبزوجه وشيء كبير معاه راح يكون يعني مو بروحه، ممكن ياقلم نفسه. نعم. شوفي الله يسلمك، احنا عندنا الحين المواقع، سواء مواقع كانت الابس التطبيقات الالكترونيه او المواقع الالكترونيه. صحيح. انا بالنسبه لي احب دائما ان تصير نفس كومبينيشن من الشغلتين، يعني انا عندي مكتب سياحي اثق فيه اخذ منه مثلا اسعار، اخذ منه العروض، وبنفس الوقت اشيك فيها مع المواقع او التطبيقات الالكترونيه. مشكله بعض المواقع اذا طلبي كان ما يوفر الموقع، يعني مثلا انا الحين الحج صار اليوم مو بس طيران وسكن ومواصلات، لا انا ابي رحلات معينه، بدش شو معين مثلا. صحيح. بلندن ابي ادش لاين كينج على سبيل الافتراض يعني، او بروح دبي في شو معين حق سيرك دو سولي. المواقع يمكن ما توفر لي هالشيء. صحيح. فشوفيني انا الرحله يعني نصها مرتب، النص الثاني اقول يصير خير يوم اروح هناك، ويوم اروح هناك انصدم انه لا الوضع جدا يعني صعب ان انا ادبره. هذا شيء. الشيء الثاني في بعض المواقع للأسف يعني يمكن ما تكون سليمة أو فيها لف ودوران، فحلو الواحد كأنما يستثمر أي استثمار يبحث عنه. صحيح. يسأل عنه أهل الخبرة، يسأل عنه أهل الثقة اللي يثق فيهم وكذي. ونعم في بعض الأوقات واحد يقول أنا أخذ من المواقع لأنه أرخص، صح قد تكون في بعض الحالات أرخص، في فرق، لكن إذا أنا رحلتي شوية معقدة وتتطلب خدمات أكثر ضروري جدا أن أنا أروح للجهة المتخصصة أو المختصة بهالمجال هذا. نعم. دكتور نبي بس على عجلة نتطرق لهذه النقطة اللي هي قوانين البلدان شلون نقدر نلتزم فيها كمسافرين وكسواح، خاصة الإجراءات الأمنية في المطارات العالمية. نعم. طبعا الحين مثل ما انت تفضلتي بدايه اللقاء ان للاسف يعني مرينا بظروف او قاعد نمر بظروف شويه قاسيه اللي قاعد تخلينا ناخذ بعض الاجراءات. صح. اغلب شركات الطيران الحين حاليا باي دوله كانت ينصحون انه واحد يروح لا اقل 3 ساعات قبل موعد السفر. صحيح. للاجراءات الامنيه، لا سمح الله في مثلا مشاكل معينه حتى بالجنطه الحين يسالونك انه شنو في شنو ما في. الشيء الثاني اغلب السفارات، اذا مو كل السفارات اللي موجوده بالكويت اللي انا احتكيت فيها، عندهم بروشور خاص عن الاجراءات الامنيه سواء بالمطار او الاجراءات الامنيه او الـ يعني الشغلات اللي اوريدي
يعترفون مو عفوا متعارف عليها فيه. متعارف عليها احسنتي، متعارف عليها بالدوله نفسها. مثال في وايدين من الناس يروحون دول معينه يمكن بعض الاعراف اللي عندنا طبيعيه او عاديه عندهم مو عاديه، صحيح. فحلو الواحد يعرف عن الدوله بشكل حتى يكون عام. في مأمن من خلال سفرته. شكرا لك دكتور محسن، العفو. شرفتنا ونورتنا من خلال وجودك وايضا معلوماتك الثريه. قواك الله وما تقصر يا رب. اكيد استفدتوا ان شاء الله مشاهدينا، وحطوا هذه المعلومات في عين الاعتبار، وان شاء الله تكون رحلتكم وجهتكم ممتعه باذن السميع العليم. بنروح حق ساره اكيد ونشوف ساره وين وصلت للورد، لكن بعد هذا الفاصل صغيرون.